اهلا بحضراتكم مره تانية. محسن، نروح للمجموعه الخامسه. بنتكلم على مجموعه بتضم البايرن، برشلونه، بنفيكا، ودينامو كييف. وخلينا نقول يمكن الجوله الثالثه واول فوز لبرشلونه في دوري الابطال 1-0 على دينامو كييف. والله حاجه بصراحه حاجه تضحك، يعني ان هو برشلونه هذا الاسم الكبير والعريق انه يبقى في المرتبه الثالثه واول فوز، وفرحانين بيه جدا انه فوز 1-0. يعني تخيل برشلونه دخل فيه 6 اهداف ومسجل هدف وحيد، هدف يتيم في 3 مجموعات، ومسجله جيرار بيكي اللي هو المدافع المناسبه، دخل اكثر بقى اكثر مدافع في تاريخ دور الابطال، مسجل اهداف، مسجل 16 هدف. وبالمناسبه كان اول جون سجله برده كان في دينامو كييف على فكره، لما كان 2008 لما كان بيلعب لسه مانشستر يونايتد، هو سواء تساوى مع روبرتو كارلوس بالمناسبه برده 16 هدف. بالظبط بالظبط. يمكن بيكي كمان يعني حاجه النقطه ديت ان بيحرز الهدف مدافع في الحاله الهجوميه لبرشلونه ليست بالحاله الطبيعيه بعد غياب ميسي، اكيد بيأثر لكن مش بهذا الحجم. معانا احصائيات المباراه طبعا، فوز برشلونه على دينامو كييف 1-0. الفرص طبعا دينامو كييف فرصه واحده لم يحرز منها، فرص برشلونه 8 فرص، يمكن برضو دي نتكلم معاك فيها، اتيحت فرص كتيره جدا جدا لبرشلونه، لم يسجل غير هدف واحد. طبعا الاهداف المتوقعه لصالح برشلونه، نسبه الاستحواذ لصالح برشلونه، التمريرات الصحيحه نسبتها لصالح برشلونه بنسبه 89 ل 87، التصويبات كتيره جدا 10 تصويبات على المرمى مقابل 3 لدينامو كييف، عرضيات 3 دينامو كييف 17 عرضيه لبرشلونه، ركنيات 0 دينامو كييف 11 ركنيه لبرشلونه. الارقام دي تقول ان في لحد ما انت فرقه قادره انها توصل للتلت الهجومي، قادره انها تخلق فرص، ولكن المحصله ضعيفه، عشان كده برشلونه في خطر. يعني حتى لو كسب الجوله الرابعه برضو مع دينامو كييف عنده مشكله مع بورتو اللي هو بنفيكا اللي في المركز الثاني اللي كان كسبه برضو 3-0 في البرتغال. صحيح. مازال عنده مش في مأمن، يعني انا شايف ان هو حتى الجوله الاخيره مش معروف برشلونه هيقدر يصعد ولا لا. يعني حتى كمان تصريحات كومان بصراحه يعني مخزيه من فريق كبير. انت ما بتقول برشلونه هل في مأمن للوصول للدور الثاني في الشامبيونز ليج؟ انه ياخد المركز الثاني، ما قلتش الاول وياخد البطوله. صحيح، يعني في مأمن. فكمان عايز اسال، يعني اسالك ويمكن السؤال مطروح يمكن من اسابيع فاتت، هل رونالد كومان في مأمن من الاقاله الفنيه للاداره الفنيه لبرشلونه؟ دي علامه استفهام، لكن تعالوا نشوف